الإشكالية أنه إحنا عنا منجم فوسفات في المكناسي، عملنا مناظرة من 2013 نجحنا فيها، طلعت النتائج النهائية في 2013، عملنا كونترا 2017 مع مناول. إحنا عملنا مناظرة مع الدولة، حاولونا على مناول، مناول أمضى معنا طرف من أمضى معنا العقد من طرف واحد اللي هو إحنا، هو ما مضاش معنا معناتها باقي الكونترا اللي الشيء اللي يخصه هو معنا الطرف الثاني. باهي المنجم هذا كانت فيه إشكاليات عقارية، الإشكاليات العقارية كلها تجاوزناها. إحنا تو أنا عملت مناظرة باش نقعد نستنى فيك 4 سنين، قلنا ما يسالش، عملنا الكونترا واستنينا عام، قلنا ما يسالش، اعتصمنا شهرين في البلاد في المكناسي معتمدية المكناسي من سيدي بوزيد، ما جانا حتى مسؤول، ما جانا حتى وزير، ما جانا حتى لا مسؤول جهوي ولا ما محلي، ما عدا المجلس البلدي اللي هو ماخذ كما نقولوا الموضوع الفوسفات المنجم على عاتقه وقرر انه يدخل معنا في الاعتصام نتاعنا كمساند رسمي. ما تجاوبوش معنا، خلاص قررنا خروج في مسيره سلميه ولا زالت سلميه على الاقدام نحو من مدينه المكناسي الى العاصمه للاعتصام امام وزاره الصناعه لاخذ حقنا لتفعيل منجم فوسفات المكناسي. هذا هو مطلبنا الرئيسي، تفعيل منجم فوسفات المكناسي وانتدابنا. علاش تعملوا معنا هك؟ احنا السؤال موجه للسيد الوزير، علاش تعملوا معنا هك؟ أنا حقي الشغل، حقي دستوري، حقي الشغل، معدي مناظرة، يعني أهل القانون إذا تفهموا في القانون فهمونا علاش نعمل مناظرة في 4 سنين ونبقى نستنى أنا. يا أخي القانون هذا موجود في تونس ولا كان في تونس ولا في باقي سائر الدول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا جلال عليبي رئيس المجلس البلدي بمدينة المكناسي. اليوم نقف أمام وزارة الصناعة بالتزامن مع جلسة تتعلق بمنجم فوسفات المكناسي الذي انطلقت عمل معه في 2012 في زمن الترويكا، وطالت مدة انطلاق الأشغال الحقيقية لهذا المنجم. والحقيقة أن الأهالي الموجودين في المنجم باعوا أراضيهم، البلدية متعهدة بجملة من الالتزامات. اليوم المشكل في مستوى الوزارة وشركة فوسفات قفصة، وهناك شكوك حقيقية أن أيادي خفية تساهم في تعطيل انطلاق هذا المشروع، ويتمثل أساسا في تحيين الصفقة للمقاول، أو إذا كان هناك طلب عروض جديد لهذا المشروع تشغيل هذا العدد القليل من المنتدبين اللي عندهم عقود منذ سنة تقريبا ولكن إلى حد الآن ما انطلقوش في الشغل. عدد من أعضاء المجلس البلدي يقودهم رئيس المجلس البلدي هنا إلى جانب المعتصمين لحث سلطة الإشراف والوزارة أن تمضي قدما في حل هذا المشكل. مشكل في الحقيقة كبير، لأنه هو مشروع تنموي كبير جدا في الخط الجنوبي لولاية سيدي بوزيد، تتعلق به أمال الأهالي، وهو معطل إلى الآن بعد مضي تقريبا 5 سنوات. والله الشعبين المعتصمين في المكنيس يعني السلطة ما تلفتناش، يعني ما جوناش جملة، حقبين الشعب نتاعهم، يعني هم مالهمو يساندونا محقبونا ما جوناش، ما حكوش معنا، ولينا خذينا قباب وجينا على ساقينا، عنا 3 أيام نمشي وصلنا اليوم الصباح. يعني والحكومة حاكبتنا، يعني وصلنا العاصمة تو حسينا واحنا مانيش تابعين تونس، احنا حاسين واحنا تابعين منطقة أخرى مانيش تابعين تونس، حتى من التصرفات بتاع العبيد وكيفاش يخزفونا ويعني فادين منا، حاسين مفادين منا ماهمش حبونا. واحنا اكثر يعني المناجم عندنا نحن نمولوا في تونس، وتونس شوفها عايشه بالمناجم تاع الفوسفات، وكرهيننا وفادين منا ما فهمناش علاش، نطلبوا في حقنا، خسرنا مليارات فلوس باش انتخبنا ناس باش توقف معانا وباش تساندنا وباش تهز البلاد وتنجح البلاد، ولوا كرهيننا، ولوا فادين منا، ولوا يعني جيش وزاره الداخليه اللي هي اكثر وزاره تعبه في البلاد، وزاره الداخليه ووزاره الدفاع، والوزارات كلها مش قاعده تخدم على بواحها، وكلها تكذب على الشعب، وكلها تنافق في الشعب. وزير يأخذ 4 ملايين ويخدم فيه 50 مليون أخرى بكراهب وبعبيد وكل شيء، وشعب تفرش في الشعب كيفاش حالته، تفرش في الوجوه نتاع العبيد، وما مش حاسين بالعبيد جملة، ومانيش قاعدين نلتمس حتى خطاب كلمة طيبة تيقولوا هنا ما شفنا منهم حتى شيء، قاعدين ينقموا فينا، ومانيش مسيبين البلاد، ولا أنت نمشوا لداعش، ولا أنت نمشوا لسوريا، قاعدين لهنا وتنكبوا وباش نولوا أكبر من هك. واضح ولا؟ وكان تخدم الوزارة ذي والوزارة تشوفها قد ما تخدم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، راهي لاباس عليها تونس. حقرونا
وحقبوا رجال تونس والله ما يندموا على الحقبة هذه فردًا فردًا، وكل من حقاب الشباب تونس والبطالة والمحتاجين والله ما يتحاسب قدام ربي سبحانه وتعالى وبعد قدام الشعب صح وما ننسى كتير زاح يا رسول الله حتى كلمة طيبة يستقبلونا بها ما بينا منهم حد شيء ويلي الممثل الجهة بس ما سلمش علينا ما قالش بأخير تو تحبني تنحبك انت ما نحبكش انت ما حبتنيش نحن انتخبناكم وجبناكم عملتوا حد شيء منظر يعني القلوب محنينة واللي يحبوا تونس بالرسمي يخدموا تونس احنا عنا منجم بتاع فصفات قادر ينجح البلاد قادر الديون بتاع تونس يخلصها يعني خلصوا ديون تونس ما عادش نسلفوا حتى مليم ما عند حتى واحد وشبابنا يخدم وجونا به الحلول موجودة يحكوا على التنمية ولا أكثر حاجة موجودة التنمية والتشغيل أنا مستوى أساس ابتدائي وقادر نخدم لك الشعب التونسي كل قادر نخدمه لا مستوى لا عاد شيء خدمة موجودة كل شيء موجود والإرادة مش موجودة ورانا سلمين ورانا طالبين خدمة طالبين حتى يوم وصغاركم عايشين في وسطنا وانتم عايشين في وسطنا وانتم راكم ولاد الشعب وحباب الشعب ثاني